السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة المستقبل؟ عاملين ايه؟ في مادة البارا سيتولوجي عليكم سيكشنين. السيكشن الاول هيتكلم عن اليورين اناليسز، والسيكشن التاني هيتكلم عن الستول اناليسز، باعتبار ان احنا في طفيليات وكده، وان معظم الطفيليات هتبان معايا يا اما في تحليل الستول يا اما في اليورين. طبعا في طفيليات اخرى، بارازايت اخرى بتعيش بقى مثلا في البرين، دي بسحب لها عينة سي اس اف، بتبقى في الدم بسحب لها يعني عينة سي بي سي وكده. ولكن هو اللي مطلوب منك دلوقتي ان انت تعرف اليورين اناليسز والستول اناليسز، على اعتبار ان هم اسهل حاجة وتتطلب ويمكن ارخص حاجة في التحاليل، وتقدر تانديكيت منها او يعني يا اما تكونفيرم دايجنوزز، يا اما تعمل اكسكلوجن لدايجنوزز معين او هكذا. السكاشن سواء اليورين او الستول مقسومة نصين. النص الاول بيبقى عبارة عن ازاي بتجمع العينة، هل في بريكوشنز معينة لازم تاخد بالك منها، بتنصح المريض مثلا لازم يعمل كذا كذا كذا، اي يغسل ايده الاول، طب يجيبها لي الصبح يجيبها لي بالليل، اهم حاجة ان هو يحطها في كونتينر طبعا معقمة سترايل، من زمن انه يعمل العينة لحد ما يوصل المعمل يكون مثلا من نص ساعة الماكسيمم ساعة، عشان مثلا ما تبصش حدش حطها في التلاجة ويجيبها تاني يوم او بعد يومين والكلام ده. بعدين هيقولك احنا بنعمل فيها ايه، مجرد اسماء مثلا خطوات، مجرد اسماء لتست معينة بتتعمل، اختبارات معينة بتتعمل على العينات. واخر حاجة بقى البارازايتس اللي موجودة عندك، اللي هي الصورة، وان ده انهي بارازايت وفي انهي ستيج. وغالبا دي اهم نقطة، يعني دي اهم نقطة ان هي يجيلك في الايه، في الاسبي. طيب تعالوا نشوف اول سيكشن معنا اللي بعنوان اليورين اناليسز هناخد فيه ايه. قالك اول حاجة هناخد اليورين كولكشن والبريكوشنز شود بي يوزد، هناخد التايبس بتاعتها، التايبس اوف يورين سبيسمن، هل في كذا نوع ولا في اكتر من نوع، وانا بقسمهم بناء على ايه. يعني مثلا هل انا بقسمهم بناء على الوقت اللي اخدت فيه العينة، خدتها الصبح خدتها بالليل خدتها بعد ساعتين خدتها بعد 8 ساعات، المكان اللي اخدت منه العينة، هل نورمال بيرسون تمام، ولا هل ده شخص كوماتايزد او في المستشفى ومتركب له قسطره فانا خدت العينه من القسطره، هل ده شخص عنده مشكله مثلا ان هو ما بيعملش حمام خالص، عنده حصوه، عنده كانسر، عنده حاجه خلت ان ما فيش يورين يطلع من بره، فانا لازم ادخل اخد من البلادر شخصيا، فالبلادر دي فوق البيوبيك اريا فتبقى اسمها سوبرا بيوبيك، يبقى انا كده الوقت يعني انا خدتها منه امتى، المكان اللي خدتها منه بشكل طبيعي ولا قسطره ولا سوبرا بيوبك، وهل العيان صايم ولا لا. يعني دي الثلاث حاجات اللي هنقسم عليهم. ثالث نقطه معانا السبيسمن هاندلنج واكزامينيشن بتاعها. يعني بعد ما حضرتك عملت كولكشن للسبيسمن خلاص هتوصلها ازاي للمعمل، والمعمل هيعمل فيها ايه examination. ده كده اليورين analysis. وبعدين نيجي للعنوان الاكثر اهمية بقى اللي هو parasites in urine. ايه انواع الparasites اللي ممكن نشوفها عندنا في عينة يورين؟ اهي المذكرة هي ظهرت قدامنا. تعالوا نشوف اول حاجة اليورين collection. قالك دي خطوات ان اللي مفروض تقولها للمريض، تقولها حضرتك كممارس عام، هتقولي انا مش هطلع دكتور تحليل، هقولك لا، ما انت هتبقى في وحده صحيه، هتبقى واقف في مستشفى الطوارئ، هتبقى اي عامه مكانك موضوعك في الاعراب في الهرم الوظيفي لوزاره الصحه، فحضرتك هتيجي في لحظه حتى انت شخصيا هتقول لاهلك هتقول لنفسك قبل ما تاخد يورين سامبل او اليورين كولكشن بتاعك ايه البريكوشنز اللي انا المفروض اعملها. اول حاجه انا عايزه احافظ على ان العينه ما تتلوثش. تاني حاجة انا عايزة عينة representative. يعني ايه representative؟ يعني تكون ممثلة فعلا لليورين الحقيقي بدون اي تدخل من عوامل اخرى، عشان اشوف هل فعلا اليورين ده فيه مشكلة ولا لا.
فانا اهم حاجتين عندي ان العينه ما تتلوثش، والنقطه الثانيه تكون ريبريزنتاتيف. قالك عشان ما تتلوثش انت هتغسل ايدك الاول قبل وبعد عشان ايدك تبقى نظيفه وما يبقاش البكتيريا اللي على ايدك او في المكان تلوث العينه. تاني حاجه ان انا مش هعمل العينه او مش هجمعها الا في سترايل كونتينر، يبقى انا كده حافظت على فكره ان هي ما تتلوثش عن ايه، عن طريق اني خطوه اللي هي wash your hand وبعد كده السترايل كونتينر، بتحط طبعا عليها اسمك وسنك والتاريخ بحيث ان العينات ما تدخلش في بعض او يحصل خطأ ما. وبعدين بكولكت السامبل اوف يورين ميد ستريم، وده احسن حاجة. ليه بقى الميد ستريم؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو الفلو بتاعي او الستريم بتاعي اهو دقيقة مثلا، بعدي اول شوية لان هما بيعدوا الاول يغسلوا اليوريثرا، وبعد كده اخد دول اللي هما دلوقتي اللي بجمعهم، واخر شوية دول انا مش عايزاهم لان اخر شويه دول بيبقوا ناتجين عن انقباض المثانه قوي، فلما تنقبض قوي ممكن المثانه نفسها تكون ملتهبه فتطلع شويه خلايا ميته تنزل، فهي هي بتتعصر في الاخر. فانا لا، انا مش عايزه العصره اللي في الاخر، وعايزه في الاول انه المجرى يتغسل حرفيا باليورين، تمام؟ فيبقى انا بعدي اول شويه واخر شويه واعمل اللي في النص اللي اسمها ميد ستريم، ودي احسن عينه واكتر حاجه ريبريزنتاتيف وريلايبل. بعد كده بقفل السكرو، شايفين اهو بيقفلها. بعد كده بغسل ايدي تاني وبفولو اي انستراكشن الدكتور الدهاني لحد ما اوصل بالعينه للايه، للممرضه او للمعمل اللي انا فيه. يبقى واش يور هاندز افتر وبيفور. هعمل في سترايل كونتينر وعليها اسمي وسني والديت. السامبل نفسها هتبقى ميد ستريم، هقفل الكونتينر بعدها اغسل ايدي وافولو اي انستراكشن زياده لو هم كانوا قايلين لي عليها في المعمل ولا حاجه، بس غالبا ما فيش. طيب ايه هي انواع السبيسمن؟ قلت لك احنا هنقسمهم على الوقت والمكان والعيان، لو في بريكوشنز معانا هو صايم ولا مش صايم ولا ولا. بصوا بقى، فاستنج دي بتاعه العيان اهو صايم، وبعد كده العيان ممكن يبقى اطفال يبقى بيدياتريك سبيسمن. طيب نيجي للمكان، المكان اللي انا باخد منه يا اما اللي هي راندوم سبيسمن اللي انا باخدها، دي السبيسمن العاديه كلهم اكتشري سبيسمن عاديه، وسوبرا بيوبيك اسبيريشن او استر كاستيرايزد سبيسمن. طيب يبقى انا كده الميد ستريم او الكلين كاتش سبيسمن هي دي الاوبتيمم بتاعي، حتى خلوها بلون مميز ايه اصفر. يا سلام التميز، ما في اصفر قبل كده. ماشي، عندك بقى الساعات. قال لك في 24 اور سبيسمن، يعني ايه؟ يعني ان انا بجمع كل اليورين اللي هو عمله من 24، يعني في 24 ساعه في يوم كامل. يعني انا اقول له كده اصحى من النوم اعمل حمام، اول حمام في اليوم ده عديه، ده بتاع اليوم اللي قبله، ومن دلوقتي انت صحيت مثلا الساعه 9 الصبح، تمام، عملت اول فيرست يورينيشن، من بعد كده بقى كل حاجه تعملها بتجمعها في كونتينر. وده غالبا بيعملوها لامراض الكلى، ان هما بيجمعوا البروتين الالبومين اللي في اليورين، بيشوفوا التوتال البومين، تمام، عشان نشوف تسريب الكليه، يعني عشان يبقوا سبيسيفيك بالظبط الجي اف ار والكليه شغاله كويس ولا لا. فهي 24 ايه اور سبيسمن، يبقى انا اجمع 24 ساعه. تاني حاجه اللي هي الفيرست مورنينج سبيسمن او 8 اور سبيسمن، انه عينت اول ما يصحى من النوم، ودي مثلا بتبقى في حالات البريجننسي، بتلاقيها مثلا تقولك لازم تعملي اختبار الحمل اللي هو first urination. ليه بقى؟ او بعد 8 ساعات من ان انت مش بتعملي حمام، لان الهرمونات الكونسنتريشن بتاعها بيزيد، فبتبقى احسن واوضح الصبح، فاهمين؟ ثالث وقت معانا اللي هي 2 hours post prandial، يبقى هو كان اصلا صايم وبعد كده ساعتين بعد الصيام. يبقى انا عندي لو قسمت types of smithman هما 9، انه عيان عندي يا اما صايم يا اما اطفال، يبقى انا كده حاله العيان. بعد كده عندي المكان اللي هو راندوم سبيسمن واعملوها وميد ستريم، اوكي، والسوبرا بيوبيك او كاستيرايزد سبيسمن. وبعد كده الاوقات التجميعه بتاعه 24 ساعه فيرست مورنينج سبيسمن او 2 اورز بوست برانديال. طيب هنا بقى ده تفسير كل واحده فيهم. قال لك الراندوم دي لكيميكال ومايكروسكوبيك اكزامينيشن ات كولكتد ان سبيسيفيك تايمز، ودي السكريننج بيربز. عارفين الراندوم سبيسمن او العينه العشوائيه دي زي بتاعه مين مثلا؟ اكتب جنبها سواقين النقل،
لما بيقفوا في كمين كده ويروحوا يقوموا عاملين لهم علشان المخدرات. سكرينينج يعني مسح، بعمل مسح سكان لكل لمجموعة كبيرة من فئة معينة. يعني مثلا ادخل على كل طلب الطب كده ونجي داخل عليهم، جمع لي كل الدفعة دي واعمل لها يورين سامبل، وعلشان نشوف مثلا لو حد عنده سكر او حد بيشرب مخدرات. انا كده عملت سكرين ماشي. فدي اسمها راندوم سامبل، يعني عينة عشوائية، لا هي مرتبطة بوقت معين ولا هي مرتبطة بأي شروط. الفيرست مورنينج سبيسمن او بعد 8 ساعات، على اعتبار يعني ان انت هتنام 8 ساعات، كولكت السبيسمن immediately upon rising من from night sleep، او انه في عدى 8 ساعات وبعد كده عملت حمام. accommodate night shift workers in certain pediatric conditions، يعني علشان الناس اللي بتشتغل اللي يقولك night shift ما صحين طول الليل ومطبقين وكده، فخلاص يقولوا ايه امسك نفسك 8 ساعات وبعد كده اعمل حمام. اهم حاجة عندي ان المثانة تبقى فاضية قبل ما انا عد 8 ساعات دول، او قبل ما يخش ينام. يعني يعمل حمام يخش ينام يصحى، يعني اول حاجة first morning عشان تبقى زي ما قلت لكم الزبدة بقى وانت نعسان. الفاستنج سبيسمن ان انت الموضوع كله ان انت ايه كنت صايم after period of fasting. طيب 2 hours يبقى انا باخد السبيسمن بعد ساعتين من الاكل، يبقى void shortly before consuming a routine meal. ال 24 ساعة اللي هي التجميعة، شايفين الجيركن ده بنجمع فيها مش كونتينر بقى صغير. Do obtain an accurately timed specimen necessary to begin and end the collection period with an empty bladder. يعني زي ما قلت لكم هو بيصحى من النوم بيعمل حمام، دي بتاعت اليوم اللي قبله، دي ال 24 ساعة اللي فاتوا، وكده انا البلادر فاضية. ابتدي عد بقى من دلوقتي، من اول ما البلادر فضت ابدأ اشوف الكمية في اليوم كله، وابتدي مثلا اشوف الالبومين، اشوف بتبقى مينلي غالبا بتبقى ناحية وظائف الكلى جامد. يعني الكاسترايز دي القسطرة، ده منظر القسطرة تمام، اهي دي فوليس كاستر، دي القسطرة والكولكشن باج اهي، وهو بيقول لك القسطرة بتبقى موجودة جوه، ده بيبقى عيان بقى في العناية، عيان موجود عندي في المستشفى فمتركب له قسطرة لأي سبب كان، فانا باخد خلاص من الكيس اللي هو الكولكتنج. The specimen collecting under sterile conditions by passing a hollow tube في اليوريثرا into the bladder، ده بيبقى تعريف القسطرة يعني. طيب الميدستريم الكين كاتشو دي احسن واحدة، اكتب جنبها كده احسن واحدة. الادفانتج ان هي سيفر وليس تروماتيك ميثود ومور ريبريزنتيف وليس كونتامينيتد سبيسمن. السوبرا بيوبيك باخد من فوق العانة، لو انا عندي مشكلة ان انا مش عارفة يحصل يورينيشن من برا لأي سبب كان، انا بروح على البلادر ونجاية سحبة بالسرنجة من البلادر شخصيا تمام، اسمها سوبرا بيوبيك اسبيريشن. البيدياتريك سبيسمن بقى يا اما بتبقى بالقسطره او سوبرا بيوبيك، لانه بيبقى الطفل النونو، يا اما بحط قسطره يا اما بركب له اللي هي كولكتنج باج، يورين كولكتنج باج كده بتبقى بحطها جوه البامبرز. لو هو بقى طفلك بدا ان هو خلاص يعني عنده 5 سنين 6 سنين وفاهم الانستراكشنز، خلاص هقول له روح اعمل عينه عادي خالص راندوم او اللي هي ميد ستريم على حسب الايج تمام. السبيسمن هاندلنج بقى جايد لاين بيقول لك ان هي لازم تبعتها للمعمل as soon as possible، انت ما تقعدش تتاخر، ما تحطهاليش في التلاجة، ما تشمسهاش في الشمس، ما حبكتش يعني. if immediate transportation is not possible it's important to consult the local guidelines about the storage of specimen. يعني لو انت مش هتعرف توصلها للمعمل، او ان انت المسافة بينك وبين المعمل وقت طويل جدا، وانت مثلا عاملها في البيت وفي لأي سبب إن كان مش عارف توصلها، بتتصل بالمكان اللي انت فيه، لان كل مكان بيبقى ليه بقى البريكوشنز بتاعته، وهم يقولوا لك بقى لا ينفع ما ينفعش، طب عينها في درجة حرارة كذا، طب خد بالك من كذا، طب لفها في كذا كده يعني. الاكزامينيشن بقى، انت دلوقتي كل ده العيان خلاص، احنا كده خلصنا العيان، نيجي بقى لحضرتك كدكتور بقى استقبلت عينة يورين اناليسيس، هتعمل فيها ايه؟ قال لك في طريقتين، طريقة البدائية اللي هي السيمبل، وطريقة الحديثة. شوف بقى انت اشتغلت في معمل البرج ولا معمل ايه اللي تحت السلم، او المختبر او حاجات حلوة كده. لو اشتغلت في معمل كبير بالتالي هيبقى عندهم الجهاز، الجهاز انت هتحط فيه العينة، هتحط طبعا العينة في تيوبز وتحطها في الجهاز، الجهاز بقوة الطرد المركزي هيخلي لك اليورين جزء التقيل اللي تحت الزبدة وشوية مية فوق، هتيجي انت تشيل شويه الميه اللي فوق وتاخد من الزبده وتحطها تحت الميكروسكوب وتفحص. طيب الموضوع ده هياخد منك قد ايه؟ هياخد منك 5 دقايق، ما هو جهاز بقى وسريع. طيب نيجي للطريقه البدائيه،
لا انت هتحط اليورين في تيوب بالمنظر ده، تكون تيوب لازم تكون مدببه، ماشي؟ شايفين هنا تقيل ازاي اللون، وبعدين هنا خفيف، لانه هنا برضو الزبده ترسبت تحت، بس عقبال ما تترسب لوحدها من غير ما جهاز طرد مركزي. عارفين السنترفيوجل ده جهاز طرد المركزي ده ايه؟ عارفين المجفف بتاع الغساله؟ هو ده بالظبط. وحرفيا انت بتحط اليورين في المجفف، فيقوم الدنيا تخلص في 5 دقايق. طب هنا لو انت ما عندكش بقى المجفف بتقعد نص ساعه. بعد ما بتقعد نص ساعه بتروح تسحب بالبيبت ده الجهاز ده، تمام؟ بتقوم جاي مدخلها هنا وساحب من تحت خالص، وبعدين حاططها على السلايد وفردها بالراحه وتحط بص تحت الميكروسكوب. فانت كده كده السبريد اليورين وابلاي كفر سليب واكزامين كفر واكزامين واللي هو دروب اوف السيدمنت على السلايد، الاثنين دول زي بعض. ما انت خلاص حصلت على العينه. طب انا هحصل على العينه ازاي؟ هنا هحطها في كونيكال جلاس زي ما شايفين كده، هي شبه الام يعني مثلثيه من تحت كده علشان ترسب اسرع، وبتسيبها نص ساعه. هنا 10 ملي في السامبل بتحطهم في التيوب بتاعه الجهاز زي ما انتم شايفين كده، بتحطهم في المجفف، وبعد كده بيلف بسرعه 1500 لفه في الدقيقه لمده 5 دقائق، والموضوع بيبقى ايه؟ خلص. بيقول لك الفلويد اللي فوق ده اسمه سوبر نيتنت، اللي هو شويه الميه اللي بيبقوا بقى بنفصلهم عن اليورين ده، ديسكوردد يعني برميه في الزباله. انا اللي يخصني الزبده اللي تحت، ماشي؟ طيب نيجي بقى لاهم جزء، اهم جزء اللي هو بارازايتس ان يورين. انت عندك البارازايتس ان يورين السبيسمن بتاعتك او الصور اللي انت مطلوبه منك هتبقى عباره عن 4 ديدان، تمام؟ يا اما البيض بتاعها، يا اما دوده صغيره مولود يعني. عندك واحده من الاميبات اللي هي الحاجات اللي ليها فلاجيلا من الاخر، وعندك 3 حشرات. والحشرات دول بيبقوا موجودين في المنطقه اكتر منهم من ان هم في اليورين، ماشي؟ يعني مثلا انت هتاخد الامل مثلا، في امل في شعر العانه، ماشي؟ فبينزل في السبس، فهمتوا الفكره؟ في جرب في المنطقه دي، فالجرب الحشره بتاعه الجرب بتقع في السبس، فدي فكره الحشرات. وهنا عندنا هناخد الترايكوموناس فاجينالس تروفوزويت والديدان. تعالوا نشوف الصور. طبعا احنا هنبص على الصور هنا، اولا هنعرف كل صورة لوحدها، هنفرقهم لو في حاجة هتلخبطك، ولما ناخد ان شاء الله السكشن بتاع الستول هنحطهم برضو كلهم جنب بعض بحيث ان عينك تتعود عليهم. الشيستوزوما دي اللي هي البلهارسيا البولية، هيماتوبيوم بول، هيما يعني دم، فهو دم في البول بسبب البلهارسيا. ليه بقى بيحصل دم في البول؟ افتكرها كده عشان الدبوس ده، عشان الشوكة دي، لان هي فيها سباين، فيها شوكة. الدودة بتاعة الشيستوزوما البيض بتاعها فيه شوك، الشوكة بتاعة الهيماتوبيوم تحت، ماشي؟ اصلا تحسها شبه اكنها يورينري بلادر واليوريثرا بقى وكده، فدي الشوكة بتاعتها، ماشي؟ مفيش حاجه فيها شوكه الا البلهارسي. تاني دوده معانا الدوده الدبوسيه، الدبوسيه اسمها البن وورم او الانتروبياس فيرميكولاريس. فيرميكولاريس عشان هي نيماتوده، وانتروبياس لان هي بتصيب الانتستين، فهي بتصيب الانتستين. انتروبياس فيرميكولاريس الدوده السلندريكال اللي بتصيب الانتستين، بس لقوا ان الفيميل بتاعتها بوزها كده مدبب، فهم قالك هي شبه الدبوس فدبوسيه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف، انت بتقولي في الانتستين، احنا في يورين اناليسز، انتوا شاربين حاجه في الاسم ولا ايه؟ قالك لا بالراحه، بس قالك العينه هنا من فيميل بيشنت، المريضه دي فيميل. ليه بقى؟ لانه الانس جنب اليورس، فتحة اليورين جنب فتحة البول في الفيميل مش زي الميلز، صح؟ طيب قالك ان الدودة دي في رحلة حياتها كده بتطلع من الانس تحط البيض بتاعها، فالبيض بتاعها بيبقى عند فتحة الشرج، فممكن جدا ان هي تتحرك وتدخل وتنفكت الفاجينا بتاعتها، تنفكت اليوريثرا بتاعتها، وتنزل في الايه؟ في اليورين اناليسيز. يبقى انا مش هشوف البيض ده الا في عينة ايه؟ فيميل. افتكر ان الفيميلز هم اللي بيحطوا الدبابيس بتاعه الطرحه او دبوس في شعرها او كده، تمام؟ طيب شكلها عامل ازاي؟ بص والله يعني انا بحس ان هي ملونه، فيها ضي حلو كده،
المهم ان هي شكلها شبه اوفال كده، تمام، او شبه حرف دي، فهي تبقى يعني احفظها الدبوسية دي. تحسها عاملة زي الافوكادو المفتوح، اتنين فوق بعض، براحتك عود عينك. طيب تالت دودة معانا، دي بقى الدودة زقنونة، يعني دي حرفيا دودة، يعني شايفين دي دودة، ده مش بيض، تمام. فهي الدودة بتاعتها الفلاريا، فالنونو بتاعتها اسمها مايكرو، يبقى مايكرو فلاريا. طيب اسمهم ايه بقى؟ اسمها وشيريريا بانكروفتي، دي بتاعت مرض الفيل، تمام. بص، وشيريريا بانكروفتي دي كلها نيوكلياي كده كتير، عندها انوية كتيرة، وده دي دودة، دي مش بيضة بقى، يعني شايفين ده بيض، دي دودة، فمايكرو فلاريا. طيب رابع واحدة معانا دي بتاعت الهايديتد ديزيز، ده يقولك هايديتد ساند، رمل، اللي شوف اللون الاصفر ده عشان كده رمل، اسمها ايكاينوكوكس جرانيلوسس. مش انتوا خدتوا في المايكرو الكوكاي والباسيلاي؟ كوكس يعني ايه؟ كور، صح، كيور كيور كيور، فانت شايف الكيور كيور كيور دي ولا مش شايفها؟ شايفها ولا اجي اوريها لك؟ تمام، ادي كيور 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 كيور. جرانيولوزس يعني فيها تحس جرانيولز، فهتلاقي فيها نقط سودا نقط سودا نقط سودا جوه، نقط سودا نقط سودا نقط سودا. طبعا هو انا بحاول اجمع يعني اربط لك الاسم بالشكل الصوره، تمام. فلما تلاقي السلايد حاجه صفراء وفيها كور كور، تبقى كاينوكوكس جرانيولوزس، والاصفر ده رمل هايديتد ساند. كده احنا خلصنا الديدان، نيجي للاميبا او اللي هو الكاتيجوري الثاني. قال لك ترايكومونس فاجينالس. فاجينالس يعني ايه؟ يعني فيميل، يعني هي برضو بتصيب الفيميلز اكتر. ترايكو، ترايك دي يعني شعر باللاتيني، اي حاجة ترايك دي يعني شعر. التروفوزويد اللي هو الطول المعدي، تروفي، تروفي يعني الجايزة، صح، او كاس او الجام، التنين الاول اللي بيسبب العدوى، فيبقى ترايكومونس فاجينالس تروفوزويد. هي ليه بقى اسمها ترايكومونس؟ عشان شايفين الفلاجيلا اللي فيها دي، شايفين الشعر اللي فيها ده، تحسها كده يعني واحدة مش كويسة، هو سيكشوالي ترانسميتد ديزيز بيني وبينكم، يعني شايفين الشعر اللي عندها، همسح الشخبطة اللي انا عملتها وانتوا تركزوا، تمام، شايفين عمالة اكنها بالظبط بالظبط هنا، ده راسها اهو، دي راسها ودي زي توكة، وشايفين الشعر اللي طالع منها ده كده، قلت الادب. فسيكشوالي ترانسميتد ديزيز ترايكومونس فاجينالس تروفوزويد. نيجي بقى للحشرات، شايفين الحشرات؟ عندك واحد شبه التنين المجنح، مدرعات كده، شايف ده هنا بقى ثلاث نجوم ونسر، تمام، وادي ايديه وماسك في ايده شعرايه، يبقى ده امل، يبقى الامل اللي بيجي في البيوبك هير اسمه سايرس، سايرس بيوبس، سايرس بيوبس، يا اما ادلت يا اما نمف. طيب دي بتاعت الجرب، اللي هي ساركوبتس سكابيوي، ساركوبتس سكابيوي، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها اصلا كورة كده وطلع لها حاجات، هو ده حلو، ده المدرعة يعني، ده ظابط، ده ظابط جيش، تمام، وماسك السلاح في ايده، ده اللي هو الشعراية، فالشعراية خلاص أملة، ما الأملة هيجيش في الشعر، ودي ساركوبتس سكابيوي. دي بقى اللي هي بتاعت اخر محاضرة بتاعت المايزيس، واحنا في سكشن اليورين، فهو يورو جينيتال مايزيس. الحشرات اللارفا كلها بتبقى شبه بعض، بس قال لك ان هي بتتنفس من قفاها كده، قال لك لما بنقطع الحته دي ونشوفها تحت الميكروسكوب، كل واحده شكل التنفس بتاعها مختلف، يعني شكل الجزء بتاعها مختلف. فهو بيقول لك اللارفا ممكن تبقى بتاعه فانيا او ماسكا او كاليفورا او ساركوفاجا. طيب قال لك ان دي اللي مفتوحه دي ساركوفاجا او ساركوفاج او سفاجة، عارفين اي براحتكم يعني، تمام، ممكن تعملها كده اس، المهم ان اللي مفتوحة يبقى ايه؟ ساركوفاج. نيجي هنا، دي بقى اتنين شبه بعض ايدنتيكال بالمنظر ده، وجوه هي الريزوليوشن مش قوي يعني، بس حرف الام ام ام ده كده، دي الماسكة، دي بتاعت اللي هي الذبابة المنزلية الماسكة، يبقى انت عندك الماسكة والساركوفاجة، ساركوفاج، وده لارفا بتاعت الايه، المايزيس، يوروجينيتال مايزيس. كده احنا خلصنا السكشن، اتمنى تكونوا استفدتوا وان هو بقى سهل عليكم.